بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. مؤشرات النجاح في الثانوية العامة. الكيمياء 88.9%، التاريخ 90.2%، جغرافيا 91.6%، الفيزياء 91%، العربي 90%، اللغة التانية أيا كانت بقى 91%. النتائج دي أحسن من العام الماضي، بس يبدأوا تطبيق قواعد الرأفة. ولا طالب لحد دلوقتي حصل على مجموع 410 من 410، اللي هو المجموع الكلي للشعب الثلاثة. وزيادة أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية في مواد العلم علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء، زيادة درجات فيها، يعني الناس قلقت أوي من الكيمياء ومن الأحياء في أنباء عن زيادة درجات في المواد دي. طبعا التصحيح هينتهي التلات، وبعديها هيجمعوا درجات المقالي عشان ده بيتصحح يدوي، والبابل شيت عشان ده بيتصحح إلكتروني، وبعديها تبدأ عملية المراجعة ومطابقة الدرجات مع بيانات كل طالب. أهي دي بقى اللي بيحصل فيها اللبس، يعني دي اللي بنقول ربنا يستر فيها، إن مش درجات حد تروح لحد تاني، أصل هو هيطابق البابل شيت مع اليدوي. هنا مثلا خد 20 وهنا خد 20، يبقى 40، هاخد ال40 دي واروح ارميها لايه؟ للبيانات بتاعة الطالب. هنا اللبس بيحصل هنا بقى مع بيانات كل طالب، وبعدها درجات الرأفة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، وبعدها يعمل تجميع الأوائل، وبعدها اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، وأخيرا إعلان النتيجة قبل يوم الثلاث اللي جاي. إن شاء الله ربنا يفرح الناس كلها، وربنا يدي كل مجتهد على قد تعبه، ومش عايزين السنة اللي جاية يحصل زي الحاجات اللي بنسمعها، سقوط الطلبة في كلية الطب، 3 كليات على مستوى الجمهورية، أعداد كبيرة جدا، يدوب أقل من 40% الناجحين في كل كلية، مصيبة كبيرة ومشكلة كبيرة، وضيعوا حقوق الناس اللي طالعة دي اللي هي تالتة سنة، ودلوقتي طالعين مش هيلاقوا مكان علشان ناس راسبة. ربنا يستر وربنا يصلح وربنا يوفقكم يا رب جميعا، ويفرحكم يفرح أهليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.